خير وبركة من ايدك. يسلموا لي يديات يا حق، الله يجعلها رزقا مباركة. بندورة يا بندورة، حمرا مثل الدم يا بندورة، للطبخ والعصير يا بندورة، قرب يا روح يا قرب، شخاخة يا بندورة، ملحق منك وفيكي يا عيوني، يا عيوني يا بندورة، بندورة يا عيوني بندورة، مثل الدم يا روحي مثل الدم، قرب يا عيوني قرب. مرحبا يا أخ. أهلين وسهلين بالغالي، أهلين وسهلين ومرحبتين. شايف الطقس ما أحلى اليوم؟ قال في منخفض، قال وين منخفض؟ شي يخفض. شو عم تساوي هون؟ سلامة نظرك، شو شايفني عم ساوي يعني؟ عم خصي عجول ولا لابس طرطيرة وعم زمر بالزميرة؟ سؤال غريب ما جاوبش يعني. عم بسألك جاوبني، شو عم تعمل هون؟ شفت عينك، عم بيع البندورة ب20 والخيار ب25. ما عم بسألك شو عم تبيع، شو شايفني أعمى بلي طاسس قدامي؟ لا 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 لا، ليش هيك عم تقول عن حالك؟ محشوم يا تاج راسي محشوم، خدها مني نصيحة، لا تعود لسانك يسب حالك، أحسن ما تاع بشر أعمالك. غير طعمة تمك تاج راسي، تفضل قروش من الخيارة. خيار بلدي الله وكيلك، يعني لا في بزر ولا مرشوش بالكيماوي ولا ما يحزنون، سماد طبيعي وسقاية نظيفة، مو مثل هذا الخيار البلاستيكي يلي مثل لعنة الله على الكافرين. قروش استاذ قروش وانت مطمئن. لك يا بني ادم فهم علي، شو بالع راديو؟ مر استاذ امرني وانا بالخدمة. حمرا وريانة يا بندورة. لك انا ما بدي اشتري. ما بدك تشتري؟ لك شو بدك؟ بدك تسألني قديش الساعة؟ اسمعوا هلا سمعة. لكن ليش عم تاخذ وتعطي معي؟ تفضل تفضل، تيسر على شغلك وخلينا نتسبب. الله يخليك، خلينا نرتزق. تفضل. بدك شو تيسر؟ هذا محلي وهي صيدليتي، وانت واقف قدام محلي، فهمت بقى؟ صيدليتك؟ ايوه ايوه. يعني حضرتك عبد الحميد الحمصي؟ ايه نعم انا. لك اهلين اهلين وسهلين ومرحبتين دكتور حمصي. اهلين وسهلين بالجار. اهلين حبيبي، هيك قول من الاول، وانا اللي كنت ظانن انك عم تتريق علي. شوفوا المصادفات شوفوا. يعني اهل اول ما تركوا شيء الا ما قالوا، قال توسم خيرا في وجوه الناس مهما كان وجوههم ناشف وقاسي. امنتوا بالله، امنتوا بالله على الزلمه. محسوبك ابو يحيى ابن ابو هاشم سكرها، وفي ناس بينادوا لي سكرها، يعني سكر الحياه. بقى دخيلك جار، لا تاخذني على الذي بدر مني جار. دوك منين انت جاري؟ منين انت جاري؟ اصلا مين سمحك توقف هون؟ ترتيب رب العالمين، ترتيبه بعد اسمه، ليس لي في الامر دخل ولا خرج. والقصه ما فيها انه هالعربايه هي كرشت قدامي لهالمطرح، حتى احظى بهالشوفة الحلوة واحظى بهالوش الصبوح. ولك جاوبني على هذا السؤال، لا طلع لي خلقي. ها الله يرضى عليك، خلقي واصل لراس مناخيري. سأل دكتور، سأل، تفضل سأل حبيبي. وبترجاك يعني بترجاك، تخففني من عصبيتك والله يعطيك على هوانيتك. شو كان السؤال يا مرحوم البيت؟ ولك عم بسألك ليش واقف هون؟ انا شو فيها؟ وليش لحتى ما واقف هون؟ انا والحمد لله مالي مضايق حدا. لك شو مالك مضايق حدا؟ هذا محلي وبارزي هون، وقفتك هون رح تطفش لي الزباين، عم تفهم؟ بالعكس جار، بالعكس بالتمام. أنا بأكد لك إنه المنفعة رح تصير متبادلة، يعني مثل ما بيقولوا بالسياسة. يعني بقى لما نشرح، زباينك رح يشتروا من عندي، وزبايني رح يشتروا من عندك، بقى وين الضرر حبيب قلبي؟ وين الضرر؟ بعدين منو أنا بالحارة؟ أو منو أنا بين الناس؟ أنا شقفة خضري متعيش وحضرتك عم تبيع دواء، فهل يا ترى أنا رح أنافسك؟ انفسني وحدة تسهل أمري. ريانة يا بندورة، ريانة يا حبيبة قلبي، ريانة. بسيطة بسيطة يا أبو، يا أبو بطيخ، بسيطة. Thank you.
بدك معاونة جار؟ لا سيدي ما بدي. انت حر. ألو، مرحبا، يعطيك العافية. أعطيني رئيس المخفر لو سمحت. قل له الدكتور الصيدلي عبد الحميد حمصي. لا لا ما في شيء، بس بدي أقدم شكوى. ألو، أصبيع الببو يا خيار، والله ما بليتو بلبل حالو هالخيار، والله ما بليتو بلبل حالو هالخيار، والله ما بليتو. يعطيك العافية. أهلين أهلين وسهلين، أهلين بالحكومة، أهلين أخي. ممكن تشرف معنا شوي؟ شرف معكم؟ ليش كف الله شر؟ قال يا قاعدين يكفيكم شر الجايين. لوين بدي شرف أخي؟ على المخفر، سيادة رئيس المخفر عاوزة. ها رئيس المخفر مين يا ترى؟ العقيد أول سيف الدين؟ ما شاء الله حولك شو بتفهم بالرتب، ما في عقيد أول. مين لكان؟ عقيد ثاني؟ هلا بلا لعي فاضي، قوم امشي معي. ايه طيب لحظة لكان، لحظة لإلا. أجار الله يرضى عليك، عينك على العربية على بين ما أرجع، اعمل معروف يعني، وإذا حدا بده يشتري بيع يا أخي، بيع أخطي، بس حط الغلة هون. أنا لا دخلني ولا خرجني، لا حدا غيري. لا يا جار، ليشك عم تحكي معي؟ قال جارك القريب ولا أخاك البعيد، هيك بيقولوا. طيب بتسمح لي أمن على الرزق وغطي العربية؟ خلصني بسرعة. يلا فريرة هوا على قولة المصاروي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز حبيبي؟ يلا يلا هاتوا. وهي إذن من مديرية البيئة، وهي ورقة من الإدارة المحلية إنه ميزاني مزبوط ووضعي بالسليم. بقى شو بتريدوا؟ أنا بأمركم تاج راسي، والعين ما بتعلى عن الحاجب، والمثل بيقول لك يا كماله يا جماله، قال له كل شي عن مغتسل باين. عجيب والله وضعك كله نظامي 100%. شو عم نحكي من الصبح لكان؟ أصبح وينك؟ ليكني بين إيديك تاج راسي. بدي منك جارك هذا الصيدلي ما حدا يزعجه أبدا، مفهوم؟ لا ولو، لا توصي حريص، جارها مثل أخي وأعز. تشرف. لك ليش هيك عملت؟ الله يصلحك. لا ما كان املي فيك هيك منوب. لك هيك بتعمل فيه دكتور عبد الحميد؟ يعني معقوله؟ معقوله تشتكي عليه للشرطه؟ قال يا شاكيا اخا حتى ترتاح من بلا، لا الخير اجاك بذلك ولا اجا. هيك يا منظوم هيك يا اخي. كنت تسالني قبل ما تعذب حالك وتشتكي، كنت قلت لك انه انا معي رخصه من البلديه والصحة والمالية والتموين والمحافظة والبيئة وال... هلا بزمتك بدينك، بزمتك بدينك، انت غريبة وما بتعرفي شي عن الموضوع، بس بزمتك يا من جمعنا من غير ميعاد، بجوز لهالإنسان يشتكي على جاره؟ لك بجوز مشان الله تحكي. لا والله ما بجوز. شايف؟ شايف الناس الكمال؟
شايف الناس المرباية؟ شايف الناس الشبعانة؟ شايف الناس اللي بتريد الخير للناس بحيث لا ضرر ولا ضرار؟ اللهم ربي يصلحك على عملتك ويطرد الشياطين والوساوس والعناكب من صدرك. إلهي يا رب. تفضل يا اختي، 250 ليرة. تفضل. الله معك. شكرا. هات لشوف اللي شو بدك. طول بالك حبيبي، طول بالك. ليش طايش حجرك اليوم؟ ولك نفخت قلبي، اللي وخلصني شو بدك؟ أنا حبيبي حابب نفعك حتى ورجيك بل ما نقول إني أنا أحسن منك. يا سيدي بدي منك شربة سال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلك؟ لا أطمن، مو إلي، لجارنا أبو طلعت. أبو طلعت بكرة بده يصور طبقي محوري، وقال له الدكتور لازم ياخد شربة مسهل. أقولك دكتور، ليش بيعطوا مسهل للي بده يتصور؟ أنا مثلا رحت أتصور مشان طالع باسبور، ما حدا طلب مني مسهل. ملعوبة. تفضل، هي المسهل. كتير عظيم، بس السؤال هلا يا ترى كيف بده ياخذ الشربه؟ من الاعلى ولا من الاسفل؟ لا تقول لي ملعوبه. استغفر الله استغفر الله.